احنا كان لنا شرف زيارة معرض السيرة النبوية الشريفة، حقيقة جزا الله القائمين عليه واللي أنشأوا كل خير عن كل المسلمين وبلاد المسلمين. وحقيقة كانت مناسبة حتى الواحد يقف أمام يعني البداية لهذا الدين الحنيف واللي أنار يعني كافة بقاع الأرض، وللمسلمين ليتذكروا الجهود الجبارة اللي بذلت وخاصة في البداية لحتى يعني تهدي أمة المسلمين والعالم كله إلى الصراط المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأهله كل صلى الله عليه وسلم. وحقيقة برجع بقول جزا الله عن كل اللي قاموا على هذا المشروع كل خير، يعطيهم العافية.